كده واضح؟ تمام كده ان شاء الله، ربنا طيب، يسهل بسم الحال يا الله رب. الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل على درس الصف الثالث من مدرسة جيل فيصل، الوحدة الرابعة اللي بنتكلم فيها على المركبات الحيوية. أخذنا نوعين اللي هي البروتينات، وأخذنا كمان المركبات الكربوهيدراتية، واليوم إن شاء الله نستكمل ناخد المركبات الرابعة، نوع المركب الرابع اللي موجود في الكائنات الحية، المركبات الكيمياء العضوية الحيوية وهي الليبيدات. يلا فك الكتاب كده معايا، صفحة 131. الليبيدات، ما المقصود بالليبيدات؟ إيه هي الليبيدات؟ جزيئات حيوية، حيوية يعني توجد في الكائنات الحية سواء نباتات أو حيوانات، كبيرة يعني جزيئات معقدة تتكون من أكثر من جزيء مربوطين مع بعض، وبتتميز بأنها مركبات غير قطبية. بما أنها مركبات غير قطبية إذا لا تذوب في الماء. الماء زي ما نعرف مركب قطبي والمواد بتذوب في شبيهته. دي مركبات غير قطبية، إذا هي مركبات لا تذوب في الماء. طيب المركبات دي ليست بوليمرات. يعني ايه ليست بوليمرات؟ احنا قلنا البوليمر قبل كده هو جزيء كبير يتكون من وحدات بنائية متكررة. فخدنا مثلا في النشا، خدنا بتتكون من جلوكوز وجلوكوز وجلوكوز وجلوكوز، اذا فيها وحدة بناء اللي هو الجلوكوز. خدنا كمان في البروتينات، الاحماض الامينية هي وحدة بناء البروتين، حمض اميني مع حمض اميني مع حمض اميني مع حمض اميني كون سلسله اللي هي البوليمرات. اما الليبيدات فهي ليست بوليمرات. ليه؟ لانها مش موجوده بنفس التكرار، يعني حيث انها ليست لا تتكون من وحدات بنائيه متكرره، ولكن فيها جزء مهم جدا اسمه الاحماض الدهنيه. طيب ما وظيفه الليبيدات؟ الوظيفه الرئيسيه لها انها بتختزن الطاقه، وكمان بتكون الأغشية البلازمية الخلوية. احنا طبعا نعرف الخلية النباتية والخلية الحيوانية بتكون محاطة بما يسمى غشاء بلازمي. الغشاء البلازمي ده تركيبه ايش؟ عبارة عن ليبيدات. كمان الليبيدات هي مصادر الطاقة، تحترق في الجسم وتنتج للطاقة. الطاقة الزائدة اللي في الجسم، يعني لو أكلنا كده وفي سعرات غذائية زائدة، تخزن في الجسم في صورة ليبيدات، وهي اللي تتكون الشحوم وكده وتبقى الجسم متين. طيب كل نوع من المركبات الحيوية له وظيفة. عندنا مثلا الكربوهيدرات كانت مصادر للطاقة، يعني لما بناكل الخبز، المكرونة، الأرز، البطاطس، تحترق في الخلية وتنتج الطاقة اللي هو الجلوكوز عموما. طيب والبروتينات كان لها انواع بقى، في منها الانزيم اللي هو مسرع للتفاعل، منها الهيموجلوبين اللي هو بروتين ناقل، الكولاجين اللي هو البنائي، ثم الاتصالات وهكذا. اما الليبيدات وظيفتها الرئيسيه تخزين الطاقه، وكمان تكوين الاغشيه البلازميه الخلويه. طيب الليبيدات بنقول ليست بوليمرات، أي أنها ليس لها وحدات بنائية متكررة، ولكنها تحتوي على جزء مهم جدا اسمه الأحماض الدهنية. الأحماض الدهنية جزء مهم جدا يوجد في الليبيدات. طيب ما هي الأحماض الدهنية؟ شوف كده، الأحماض الدهنية يعني مجازا كده هنطلق عليها وحدة بناء البروتين، للأسف مش البروتين، هنقول هي وحدة بناء الليبيدات. طيب الأحماض الكربوكسيلية دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن طويلة السلسلة، أحماض كربوكسيلية طويلة السلسلة. الأحماض الدهنية هي عبارة عن أحماض كربوكسيلية. يعني إيه أحماض كربوكسيلية؟ نتذكر كده يعني فيها سي أو أو إتش، تتميز بوجود هذه المجموعة الوظيفية.
طب يعني ايش طويلة السلسلة؟ يعني عبارة عن كربون كربون كربون، يعني كتير جدا. طيب كم مثلا؟ قال لي يتراوح عدد ذرات الكربون في الحمض، في الحمض الدهني، من 12 حبة كربون إلى 24، وغالبا ما بيكون عدد زوجي، يعني 12 14 16، بحيث انها لا تقل عن 12 ولا تزيد عن 24 ذرة كربون. الصيغة العامة لهذه الأحماض الدهنية عبارة عن CH3 CH2 متكررة N مرة، N دي ممكن تكون 10 12 زي كده، يبقى دي كربون، ثم في هنا 12 كربون أو 11 كربون ثم كربونة كمان، يبقى الصيغة العامة CH3 CH2 متكررة N مرة، يعني CH2 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 هنشوفها الحين، ثم في النهاية مربوط فيها COOH اللي هي مجموعة الكربوكسيل، عشان كده بنقول عليها هي أحماض كربوكسيلية طويلة السلسلة، يعني سلسلة كربونية طويلة جدا. دي بسمها الأحماض الدهنية، وهو الجزء الرئيسي اللي موجود في الليبيدات. عدد ذرات الكربون من 12 إلى 24، وغالبا ما بيكون عدد زوجي من ذرات الكربون. طيب تمام، هنقسم الأحماض الدهنية إلى أحماض مشبعة وأحماض غير مشبعة. ما المقصود بالأحماض المشبعة؟ اللي زي ما أنت شايف كده جميع الروابط اللي بين ذرات الكربون أحادية، بين الكربونة الأولى والكربونة الثانية في رابطة أحادية اللي هي خط واحد زي ما أنت شايف كده، زي مثال عليها حمض الستريك. إذا ما المقصود بالأحماض الدهنية المشبعة؟ هي التي لا تحتوي على رابط ثنائي. تمام، النوع الثاني أحماض غير مشبعة. يعني إيه غير مشبعة؟ يعني فيها رابط ثنائي زي كده، شوف هنا رابط أحادي أحادي، بس في جزء هنا اهو فيه رابطة ثنائي. الأحماض غير المشبعة اللي فيها رابطة ثنائية من النوع سيس. يعني ايه سيس؟ يعني واخدة الاتجاه الفراغ الواحد، يعني لو المجموعة اللي قبل الرابطة المزدوجة دي موجودة لفوق يبقى التانية دي أيضا لفوق نفس الاتجاه الفراغ، لو جزء الده لأسفل الجزء التاني لأسفل، يعني تبقى عاملة كده. تمام، يبقى الأحماض الدهنية هنقسمها إلى نوعين، أحماض دهنية مشبعة أحماض دهنية غير مشبعة. أحماض مشبعة يعني لا تحتوي على رابط ثنائي، تاني هي حمض كربوكسيلي يعني في COOH ثم سلسلة كربونية طويلة زي ما احنا شايفين، طول الكربونات من 12 إلى 24 كربون. أحماض غير مشبعة بتحتوي على رابط ثنائي، يعني أيضا تحتوي على الجزء COOH ثم كربونات، وفي أي موضع منها بيحتوي على رابطة ثنائية أو أكثر، وكلها قلنا إنها من النوع سيس، ماشي، الأيزومير بتاعها سيس. طيب أنواع الليبيدات، الأحماض الدهنية دي أو الليبيدات اللي هي العيلة الرئيسية موجود منها أربع أصناف. الصنف الأول اسمه الجليسريد الثلاثي، الجليسريد الثلاثي، ماشي، وظيفته ايه الجليسريد الثلاثي؟ تخزين الطاقة اللي هي للشحوم، الشحوم اللي بنسميها الدهون موجودة في الجمل في السنام، موجودة في النباتات اللي هي الزيوت، زيت النخيل، زيت عباد الشمس، زيت الذرة. طيب دي بتتكون من ايه؟ جزئين رئيسيين، جليسرول، والجليسرول دي نوع من انواع الكحولات اللي بتحتوي على ثلاث مجموعات او اتش، مربوطه معاها ثلاث احماض دهنيه. اذا من اسمه كده جليسريد ثلاثي، جليسريد لان في جليسرول، ثلاثي لان في ثلاث احماض دهنيه. اذا الجليسريد الثلاثي بيتكون من ثلاث احماض دهنيه زائد جليسرول. الاحماض الدهنيه دي قد تكون متشابهة وقد تكون مختلفة، قد تكون مشبعة
قد تكون غير مشبعة، أي أن الصيغة العامة للجليسريد الثلاثي، أدي ثلاث كربونات اللي موجودين في الجليسرول اللي موجود باللون الأحمر مربوطة، طبعا أدي حمض أميني اللي موجود في الـ N حيث سي اتش دي متكررة، يعني إذا دي سلسلة طويلة جدا، ودي نفس الشيء ودي نفس الشيء، يبقى دي ثلاث أحماض اللي موجودين باللون الأسود، وادي الجليسرول اللي موجود باللون الأحمر، دي الصيغة العامة. كلام جميل. طيب الجليسريد الثلاثي ده هل هو مادة صلبة ولا سائلة ولا غازية؟ موجودة على حالتين، في درجة حرارة الغرفة يعني بدون تسخين. في منها موجود في صورة صلبة، مثال عليها الدهون، الشحوم زي الدهن اللي موجود في سنام الجمال، وزي اللي موجود عند الأجسام والأشخاص اللي جسمهم متين شوي، اللي مخزن طاقة، اللي مخزن شحوم ودهون. طيب يبقى إذا الدهون بتكون صلبة، أمثلة عليها زي الزبد، السم. أيوه طيب دي بتتميز بإيه؟ بين الأحماض الدهنية اللي فيها مشبعة، يعني الحمض ده ما فيه ولا رابطة ثنائية، والتاني أيضا ما فيه ولا رابطة ثنائية، والتالت أيضا. طيب الحالة التانية فيه منها فيه جليسيريد ثلاثي موجود في صورة سائلة، وهي اللي معروفة بالنسبة لنا اللي هي الزيوت، أي أن الدهون والزيوت كلاهما جليسيريد ثلاثي. طب إيش الفرق بينهم؟ إن الزيوت بتكون الأحماض الدهنية اللي موجودة فيه غير مشبعة، غير مشبعة يعني فيها روابط مزدوجة. هل ممكن تحويل الزيوت لدهون؟ أيوة صناعيا ممكن عن طريق عملية الهدراجة، بيكون في رابطة ثنائية أضيف عليها هيدروجين، تتلغي الرابطة الثنائية، يتحول من حمض غير مشبع إلى مشبع، ويتحول من زيت إلى دهون، ودي الفكرة اللي موجودة في صناعة السمن الصناعي. لو بتسمع الإعلانات في التلفزيون وكده، السمن النباتي اللي ليس الطبيعي اللي مش جاية من حيوان، بيكون الفكرة ان هو بيعملوا زيوت يسووا عليها عملية هدرجة تتحول لدهون، فتتحول من مادة سائلة إلى مادة صلبة. يبقى أول نوع من أنواع الليبيدات الجليسريد الثلاثي، وظيفته تخزين الطاقة، تركيبه بيتركب من ثلاث أحماض دهنية زائد جليسرول. الشكل والصيغة العامة ليه، أدي الجليسرول اللي باللون الأحمر عبارة عن ثلاثة كربون، ثم أدي الحمض مربوط من جهة الكربوكسيل، وأدي كمان حمض، أدي كمان حمض، يبقى ثلاث أحماض زائد جليسرول بنسميه الجليسريد الثلاثي. موجود في صورتين، صورة الدهون وهي مادة صلبة في درجة حرارة الغرفة، ودي بتتميز بوجود أحماض دهنية مشبعة، أو سائلة نسميها الزيوت، ودي أيضا سائلة في درجة حرارة الغرفة يعني بدون تسخين، ودي بنسميها أيضا أحماض غير مشبعة. طيب استخدام الجليسريد الثلاثي، الدهون ممكن نعمل بها إيه؟ الزيوت فيما تستخدم؟ تستخدم في شيء مهم اسمه التصبن. تصبن يعني صناعة الصابون. طب كيف يتم صناعة الصابون؟ بنجيب جليسريد ثلاثي. الجليسريد الثلاثي اللي هو الزيت مثلا، نسخن الزيت حرارة وعسه، ثم نضيف إلى محلول مائي لقاعدة قوية. أولا قاعدة يعني هيدروكسيد، زي هيدروكسيد صوديوم كده NaOH، محلول مائي يعني بضيف في الماء، بذوب القاعدة في الماء. طيب بعد ما أسوي المحلول ده أبدأ أضيفه للزيوت الساخن مع التقليب المستمر، ونضيف قطرة قطرة، والتقليب في اتجاه واحد، بتبدأ تتحول إلى جليسرول زائد صابون. على حسب القاعدة اللي موجودة يكون نوع الصابون الناتج، يعني لو استخدمنا NaOH اللي هو هيدروكسيد صوديوم بيعطينا صابون صلب زي الصابون اللي نعرفه. طيب وإذا استخدمنا بوتاسيوم يعطينا صابون لين اللي هي المعجين زي معجون الأسنان وزي كده. طيب بينتج أيضا معاها إيه؟ جليسرول. يعني الفكرة إن إحنا فكينا الجليسريد الثلاثي إلى أحماض دهنية
هترتبط مع الصوديوم وجلسرول. طيب ما المقصود بالصابون؟ ما هو الصابون تركيبه ايه؟ ملح صوديوم لحمض دهني طويل، حمض دهني اللي احنا عارفين طوله اهو، وفي صوديوم في الاخر ان ايه. يبقى الصابون عبارة عن ملح صوديوم لحمض دهني طويل بيستخدم في التنظيف. طيب كيف يتم التنظيف؟ اولا الفكرة ان الاوساخ اللي موجودة في الملابس او في اليد او كده انها مركبات غير قطبية، من شحوم بعد الاكل او مواد دهنية او زي كده. لو تم غسلها بالماء فقط، الماء مادة قطبية، يبقى الأوساخ لا تذوب في الماء. إذن الماء فقط لا يزيل الشحوم من الملابس أو من الأيدي، فبنضطر إن احنا نستخدم الصابون. طب الصابون ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن سلسلة طويلة زي ما احنا شايفين من الكربونات، في الطرف بتاعها في ذرات أكسجين وصوديوم، وده طرف أيوني. أيوني يعني سالب وموجب، أي أنه طرف قطبي، وده مناسب للماء. بما أنه مناسب للماء إذن هيرتبط مع الماء. طيب الطرف الآخر كله كربون وهيدروجين، وده جزء غير قطبي. هذا الطرف الغير قطبي يرتبط مع الأوساخ، الأوساخ اللي موجودة في الملابس أو كده. أي أن الصابون يشبه حبل طويل، طرف يمسك مع الماء والطرف الآخر يمسك في الأوساخ اللي موجودة في الملابس أو في اليد، مع الحركة اللي موجودة في الغسالة أو حركة يدك بتبدأ تخرج الأوساخ وتدخل في الماء، فتصبح الملابس نظيفة والماء متسخ. تمام. إذن تاني، فيما يستخدم الجليسريد الثلاثي عملية التصبن. ما المقصود بالتصبن؟ صناعة الصابون. كيف تتم تفاعل جليسريد ثلاثي؟ بنضيف ساخن، بنضيف إليه محلول مائي لقاعدة قوية، بنضيفها قطرة قطرة، مع التقليب المستمر يتحول إلى جليسرول وصابون. الصابون عبارة عن ملح صوديوم أو بوتاسيوم لحم دهني طويل. لو كان صوديوم يبقى صابون صلب، لو كان بوتاسيوم يكون صابون لين، اللي هي المعجين، معجون أسنان، كريم حلاقة زي كده. وده بيستخدم الصابون في التنظيف. طب كيف يتم ما الآلية التي يقوم بها الصابون؟ الصابون ده عبارة عن سلسلة طويلة لها طرفين، طرف أيوني أو طرف قطبي، وده يرتبط مع الماء لأنه قطبي مثله، والطرف الآخر غير قطبي يرتبط مع الأوساخ الغير قطبية مثله. يقوم الحبل اللي موجود ده مع الحركة ينتزع الأوساخ وتدخل في الماء، يصبح الماء بعد الغسيل متسخ والملابس نظيف. إذن دي وظيفته. إذن الجليسريد الثلاثي زي ما هو تخزين للطاقة في جسم الكائن الحي، يمكن استخدامه في الصناعة، بنصنع منه الصابون. نوع آخر من الليبيدات، يبقى أول نوع أخذناه اللي هي الجليسريد الثلاثي. ثانيا الليبيدات الفوسفورية. فوسفورية تتميز بوجود مجموعة فوسفور. الليبيدات الفوسفورية تتكون من ايه؟ جليسرول، نفس اللي فات كان في الجليسرين، زائد متذكر معايا كان كم حمض دهني في الجليسريد الثلاثي؟ كانوا ثلاثة، هنا صاروا اثنين، إضافة إلى مجموعة فوسفات. يعني إيه تاني؟ يعني واحد من الأحماض الدهنية استبدل بمجموعة فوسفات. مجموعة الفوسفات على فكرة رمز الفوسفور بي، احنا هنقشر لها زي الرسمة دي كده بي. البي دي مجموعة قطبية فيها أكسجين وفيها فوسفور، في اختلاف في الكهروسالبية. إذن مجموعة الفوسفات بتجعل الليبيدات الفوسفورية مركبات قطبية. طيب والأحماض، يبقى الجليسرول اهو كان المفروض في هنا ثلاث أحماض دهنية، صاروا اثنين، استبدل الحمض الثالث بمجموعة فوسفور. إذن الليبيدات الفوسفورية بتتكون من جليسرول زائد اثنين حمض دهني زائد مجموعة فوسفات.
البي هو الرأس القطبي، والأحماض الدهنية اللي هي السلاسل الكربونية الطويلة اللي اتفقنا عليها بتكون زيول، ودي بتكون غير قطبية. طيب واضح يا شباب كده؟ تمام، دي كده اللي بداية الفسفوري. أهمية ووظيفة اللبيدات الفوسفوري، فين نلاقيها موجودة؟ بتكون الغشاء البلازمي للخلية الحية. عارفين الخلية الحيوانية لو أنتم متذكرينها في الأحياء، الخلية الحيوانية فيها سيتوبلازم زي كيس كده ممتلئ بالماء، وفيها نواة وفيها بلاستيدات خضراء وهكذا. الإطار اللي بيحمل الماء أو اللي بيحمي الماء بيتكون من لبيدات فوسفوري. إذن اللبيدات الفوسفورية هي المكونة للغشاء البلازمي. طيب إزاي يعني؟ يعني عبارة عن طبقتين من اللبيدات الفوسفورية، بحيث الرؤوس للخارج والزيول للداخل. الرؤوس للخارج والزيول للداخل، يعني الزيول مقابلة لبعضها. الغشاء البلازمي وظيفته النفاذية الاختيارية، يعني يسمح بدخول مواد معينة للخلية ومواد أخرى لا تدخل. إذن اللبيدات الفوسفورية بتكون الغشاء البلازمي للخلية الحية، وهي تتكون من طبقتين من اللبيدات الفوسفورية، بحيث الرؤوس للخارج والزيول للداخل. أهميتها النفاذية الاختيارية. إذن زي ما قلنا في الجليسريد الثلاثي وظيفته تخزين الطاقة ويستخدم في صناعة الصابون، أيضا اللبيدات الفوسفورية موجودة في الخلايا في الغشاء البلازمي. كلام جميل. طيب نوع آخر، النوع الثالث ثالثا الشموع. الشموع هي لبيدات، عندنا أمثلة زي شمع النحل، عارفين احنا لما بنشتري عسل النحل الشمع اللي موجود فيه، كمان شمع الإضاءة كلنا نعرفه موجود عندنا في المنزل، وده بيتميز بخاصية هامة انه بيحترق ببطء. يبقى لما يجيني سؤال كده يقول علل ليه تستخدم الشموع في الإضاءة، لأنها بتحترق ببطء، غير الخشب، غير المصادر الطاقة الأخرى، غير المواد التي تحترق غيرها. يبقى الشموع تتميز منها تحترق ببطء، عشان كده يستخدم في الإضاءة، بتطول معنا شوي. أيضا طبقة شمعية موجودة على النباتات الصحراوية. النبات الصحراوي بتواجهه مشكلة ندرة الماء مع ارتفاع حرارة الشمس، عشان يحافظ على الماء ويتحمل حرارة الشمس تجد ان الاوراق مغطاه بطبقة شمعية. اما تمسك ورقة النبات الصحراوي تشعر انها كأنها مصنوعة من البلاستيك، وبتكون قوية. ليه؟ بسبب وجود الطبقة الشمعية اللي موجودة على هذه النباتات. طيب مما تتركب الشموع؟ بتتكون من استرات، والاستر ده جاي نتيجة ارتباط حمض دهني مع كحول، بس بشرط ان الحمض الدهني فيه تقريبا 16 ذرة كربون، يعني سلسلة طويلة فيها 16 كربون، يعني C H3 C H2 C H2 C H2 متكررة X مرة وفي الاخر C O O مرتبطة مع كحول طويل السلسلة، ايضا سلسلة طويلة بيتكون C H3 ثم C H2 C H2 متكررة Y مرة. يعني الجزء الأحمر ده جاي من الحمض، والجزء اللي بالبني جاي من الكحول. يبقى دي هي الصيغة العامة بالنسبة للشموع. إذن الشموع هي عبارة عن إسترات تنتج من ارتباط حمض دهني طويل مع كحول أيضا طويل. أمثلة على الشموع قلنا زي شمع النحل، أيضا طبقة شمعية موجودة على أسطح أوراق النباتات الصحراوية، أيضا شمع الإضاءة. قلنا سؤال مهم، علل ليه الشمع يستخدم في الإضاءة؟
الشموع في الإضاءة لأنها بتحترق ببطء. طب ده كده ثالث نوع. طيب رابع نوع مركبات اسمها الستروئيدات. الستروئيدات هي نوع من أنواع اللبيدات، لكن فيها خاصية مهمة، إنها أولاً مركبات حلقية. يعني إيه حلقية؟ يعني شكل سداسي وشكل سداسي وشكل سداسي وخمس زي كده، يعني مركبات تتكون من حلقات من الكربون، كل حلقة من دول فيها 6 كربون. طيب تمام. كمان إنها لا تحتوي على أحماض دهنية. يبقى لو جاني سؤال بيقول لي جميع الليبيدات تحتوي على أحماض دهنية، نقول لا، خطأ، الجملة خاطئة، لأن الستروئيدات هي لا تحتوي على أحماض دهنية. عشان كده في البداية قلنا إنها ليست بوليمرات، ولا يوجد لها وحدة بناء محددة، لكن مجازا اعتبرنا الأحماض الدهنية لأنها متكررة في الـ3 أصناف اللي فاتت، اللي هو الجليسيريد الثلاثي والليبيدات الفوسفورية وأيضا الستروئيدات. طيب المركبات الحلقية دي موجودة فين في الكائنات الحية؟ أولا موجودة في، تعال نجيب من الآخر، الهرمونات الجنسية. إيش الهرمونات الجنسية؟ أنتوا واخدينها في الأحياء، الذكر بيتماس بهرمونات خاصة بيه والأنثى لها هرمونات أخرى. الهرمونات هي التي تشكل الطفل كذكر كرجل، والهرمونات الأنثوية هي التي تشكل الطفل على أنها امرأة. الهرمونات لها وظائف خاصة بالنوع. طيب مما تتركب هذه الهرمونات هي عبارة عن لبيدات من النوع الستروئيدات، أيضا فيتامين د. نسمع عنه بتاع ايه فيتامين د ده؟ علاج الكساح. اذا توفر فيتامين د بيعمل على تقوية العظام. يبقى فيتامين د تركيبه عبارة عن ستروئيدات، وهي مركبات حلقية زي ما اتفق. ايضا موجود في بعض الاغشية الخلوية. اذا في عندي نوعين من المركبات موجودين في الاغشية الخلوية، الغشاء البلازمي اللي بيحط بالخلية، في لبيدات فسفورية وأيضا في ستروئيدات. يعني إذا من المهم جدا في غذائنا أن احنا لازم نأكل المواد دي اللي هي اللبيدات، لأن لما يجي يحدث انقسام للخلايا أو بناء خلايا في الجسم محتاجين هذه المواد، سواء لبيدات فسفورية أو الستروئيدات أو الجليسيريد الثلاثي عشان الطاقة. المهم الأشياء دي مهمة جدا في جسمنا. كمان العلجوم البحري عبارة عن كائن يشبه الضفدع كده، بيفرز مادة من خلف العينين للدفاع عن النفس لما يشعر بالخطر. هذه المادة اسمها بوفوتوكسين. الأوكسين دي كلمة يعني معناها المواد السامة، عائلة السموم، أي أن بوفوتوكسين هي مادة سامة يفرزها العلجوم البحري للدفاع عن نفسه. يعني لو جه مثلا كلب أو حيوان زي كده وجه يفترس العلجوم البحري بيفرز مادة البوفوتوكسين دي. لو كان حيوان صغير بيقتله، وإذا كان حيوان كبير بيعمل له زي صدمة عصبية كده ورعشة. يبقى إذن الستروئيدات هي النوع الرابع من المركبات دي، ودي موجودة في 4 أشياء زي ما كده. بتتميز بينها مركبات حلقية، بتتميز بأنها لا تحتوي على أحماض دهنية. يعني لو حبينا نرجع من البداية تاني ونشوف كده المركبات بتاعتنا ونشوفها مما تتركب، هنجد إن أنا عندي أول واحد الجليسيريد الثلاثي فيه 3 أحماض دهنية زائد جليسرول. أما الليبيدات الفوسفورية في عبارة عن جليسرول واتنين حمض دهن. خلينا ماشيين بالترتيب، هناك 3 حمض هنا 2 زائد مجموعة فوسفات. عندي كمان تالت واحدة اللي الشموع بتتكون من حمض دهني واحد، يبقى 3 2 1. ثم رابع شيء 0. الستروئيدات لا تحتوي على أحماض دهنية أساسا، ولكنها هي مركبات حلقية. موجودة في إيه؟ في الأشياء اللي احنا قلناها. يبقى كل نوع منهم له استخداماته.
طيب كلام جميل كده، الحمد لله العرض بتاعنا ده انتهى. تعالى أما نشوف بعض الأسئلة على الجزء ده. زي ما احنا متعودين بنجيب أسئلة، يلا ما نشوف كده. احنا كده الدم بتاع الكربوهيدرات هنراجع عليها دلوقتي، نشوف اللي بداية الأول. دي أسئلة كده زي ما يجي في التحصيلي أو أسئلة مهمة بالنسبة للاختبارات أو كمراجعة عامة. اختار الإجابة الصحيحة. يتكون نقط من 3 أحماض دهنية مع جليسرول، يلا مين يساعدني؟ من اسمها 3، إذن هو الجليسريد الثلاثي. تمام. ليست بوليمرات وفيها أحماض دهنية وبتختزن الطاقة، هي السكر ولا بروتين ولا ليبيدات ولا حمض نووي؟ أيوة، يبقى على طول هي الليبيدات. تمام. تعتبر الشموع من، الشموع دي أحد أمثلة على البروتين ولا الكربوهيدرات ولا الليبيدات ولا الأحماض النووية؟ الليبيدات، مظبوط. 4 جليسرول زائد 2 حمض دهني، أهو بيقول 2 يا أستاذ محمد. جليسرول زائد 2 حمض دهن زائد مجموعة فوسفات، ما دام فيها فوسفات إذن الإجابة تكون ليبيدات فسفورية. تمام. 5 الأحماض الدهنية المشبعة، مشبعة يبقى جميع روابطها إيه؟ أحادية، صح كده. طيب ده علامة صح أو خطأ. الليبيدات الفسفورية تكون الأغشية البلازمية، أيوة دي من الوظائف المهمة بالنسبة لهذا النوع من المركبات. تمام، يبقى الجملة صح. تحتوي الليبيدات على أحماض نووية، إيش رأيك في كلمة النووية دي؟ لا، الجملة هنا خطأ. أمال موجودة فين؟ اسمها أحماض إيش؟ أيوة سامعك يا مازن، أحماض دهنية. طيب تالت شيء، تحتوي الستيرويدات على أحماض دهنية. لا، ده الستيرويدات ديت الليبيدات التي لا تحتوي على أحماض دهنية، يبقى كلمة تحتوي هنا هي اللي مش مظبوطة وهنخليها لا تحتوي، إذن الجملة هنا أيضا خطأ. يبقى نكتب هنا لا. طيب توجد الأحماض الدهنية غير المشبعة في الزيوت، أيوة قلنا المشبعة في الدهون، أما الغير مشبعة موجودة في الزيوت، يبقى الجملة هنا جملة صحيحة. للصابون طرف قطبي وطرف آخر غير قطبي، أيوة عشان كده الصابون بيستخدم في التنظيف، القطبي اللي يرتبط بالماء والغير قطبي اللي بيرتبط بالأوساخ، إذن الجملة أيضا صحيحة. الجليسريد الثلاثي يتكون 3 أحماض، أيوة واضحة جدا، يبقى الجملة أيضا صحيحة. طب المزاوجة، جليسرول زائد 3 أحماض دهنية من اسمه 3، يبقى الجليسريد ثلاثي، يبقى هنا نكتب رقم 1. طب جليسرول زائد 2 حمض دهن زائد فوسفات من اسمها فوسفات، يبقى فوسفورية، رقم 2. تحترق ببطء عشان كده استخدم في الإضاءة اللي هي الشموع. طيب تحلل مائي للجليسريد الثلاثي في وجود قلوي، طب خليها للآخر. مركبات حلقية، الحلقية اللي هي الستيرويدات، يبقى دي هتبقى رقم 5، إذن هتبقى التصبن اللي هو التحلل المائي، يعني مادة قلوية أو قاعدية مائيا مع الجليسريد بتكون ما يسمى بالتصبن. علل الماء، يستخدم الشمع في الإضاءة، ها ليه يا حضرات؟ لأنه يحترق ببطء. تمام. طيب أكمل، تدخل الليبيدات الفوسفورية فيه، ها
ها من يقول الأغشية الخلوية، الأغشية البلازم، تمام. طب السترويدات نلاقيها موجودة فين؟ موجودة أولا في فيتامين د، وكمان موجودة في الهرمونات الجنسية زي الاستروجين والبروجسترون للهرمونات الذكرية والأنثوية. أيضا موجودة فين؟ مادة إيه؟ أيوة البوفوتوكسين اللي هي المادة السامة اللي بيفرزها العلجوم البحري. كده يبقى الحمد لله، اللي عايز يصور اهوت ادي الصفحة الأولى، الدرس الثالث اللي بدات اختار الإجابة، وادي بقية الصفحة كده الحمد لله ختمنا الدرس ده. كنا جاوبناه المرة الحصة اللي فاتت بس ما نزلش في التسجيل، نقوله تاني بسرعة. وظيفة الكربوهيدرات إنها مصادر للطاقة. الصيغة العامة للكربوهيدرات اللي هو كربون وماء بعدد N مرة، يبقى دي الإجابة. من السكريات الأحادية اللي هو الفركتوز زي ما خدناها الحصة الماضية. الجلوكوز من السكريات الأحادية لأنه في الماء بيتفك الوحدة واحدة فقط. جلوكوز زائد فركتوز يبقى بيكون سكر ثنائي اللي هو زي السكروز اللي موجود اللي بنسميه سكر المائدة. سكر الدم اللي هو نفسه السكر الجلوكوز. تحتوي الكربوهيدرات على مجموعة كربونيل ومجموعات، ايوه الكربوهيدرات فيها ايه؟ مجموعات هيدروكسيل اللي هي مجموعات الاو اتش، تمام. في كمان السكر العديد الذي لا يهضمه الانسان، الانسان ما بيهضمش السليلوز، اما اكلات العشب فقط هي اللي تقدر تهضمه. تقوم المواد الكربوهيدراتية بتخزين المادة الوراثية، لا يبقى الجملة كده خطأ. طيب أمال وظيفتها تخزين إيه؟ أن احنا هنقول إنها موجودة بصورة مصادر للطاقة، يعني احنا لما ناكل المواد الكربوهيدراتية كأننا بنعبي بنزين كده عشان الطاقة اللي موجودة لجسمنا. يسمى الجلوكوز سكر الدم، أيوة الجملة صح. وحدة بناء النشا هي الجلوكوز، أيضا جملة صحيحة. يستطيع الإنسان أن يهضم السليلوز، لا الجملة خطأ. يبقى الإجابة بتاعتها هنقول لا يستطيع. يتكون السكروز من جلوكوز وفركتوز، أيوة الجملة صحيحة. السكروز من السكريات الثنائية، مظبوط تمام. نيجي في المزاوجة، مصادر للطاقة يبقى اللي هي الكربوهيدرات، يبقى هنا رقم واحد. من السكريات الثنائية اللي هو السكروز رقم اثنين. وحدة بناء النشا هي الجلوكوز اللي رقم ثلاثة. لا يهضمه الإنسان، قلنا ايش؟ السليلوز. سكر الفاكهة فروتس اللي هو الفركتوز بدي كده رقم خمسة. تحتوي الكربوهيدرات على مجموعة نقط ومجموعات هيدروكسيل، يبقى فيها مجموعة ايه كمان بالإضافة ليها؟ مجموعة كربو اللي هي السي او، تمام. وحدات بناء النشا هي الجلوكوز، تمام يا حضرات ممتازين يا رجالة. وكده يبقى الحمد لله من هنا حصة اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام يا أستاذ وعليكم محمد. السلام.